المفهوم النفسي والاجتماعي. يوم البحث والتشريف رصدت موازنات خاصة من قبل مجلس الأمناء في الثلاث سنوات الأخيرة بلغت حوالي 700,000 دينار في العام الواحد. وعمادة البحث العلمي الآن تبذل جهود هائلة في نشر الوعي البحثي ليس على مستوى الجامعة من حيث العاملين والطلبة والأساتذة، وإنما على مستوى المجتمع الفلسطيني بشكل عام. إذن الجامعة الآن لديها حوالي 4 مجلات معتمدة على مستوى دولي، مجلات علمية على مستوى دولي تنشر فيها مقالات ليست موقوفة على الباحثين من الجامعة، وإنما تتلقى بحوثا من الجامعات الفلسطينية بشكل عام. حاولت بذل كل جهودها من أجل إنتاج مجموعة من البحوث العلمية المتعلقة بدمج بين الموضوعين، كيف نستطيع أن نوظف هذه التكنولوجيا التي توفرها الجامعة، على اعتبار أنه أيضا الجامعة لديها مختبرات للمكفوفين وأيضا لديها مركز ICTC ضخم وكبير، وهناك إنتاج يعني كبير ومتعدد لوسائل متعددة، وخاصة أنها أيضا هي جامعة تقدم التعليم لكل أفراد المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. فحاولت هذه الكليات بالتعاون مع عمادة البحث العلمي أن توضح وتشير ويعني توجه بأنه هناك إمكانيات ضخمة وكبيرة، إمكانيات بحثية وإمكانيات تكنولوجية يمكن توظيفها من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.